السلام عليكم، مساء الخير لكم كامل الاصدقاء متابعي المشاهدين ديال قناه اليوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه في عدد جديد وحلقه جديده من اناليز تيرسي كوارتي كانتي بلس. سعيد باللقاء معكم في هذا العدد وفي هذه الحلقه هذه اللي كيف ما اجرت العاده غادي نتكلموا على لي شونس ديال لي بارتون ديال الكانتي. فكنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه، تكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله. إذا نهار الثلاث ديريكسيون لي بودروم ديال سان كلو اللي غادي تجرى فيه الكانتي بلس ديالنا، اللي كيف ما كتشوفوا رينيو اون لا بخوميييغ كورس ديال البروغرام ديبار غادي يكون مع 12 و55 دقيقة توقيت المملكة المغربية. دونك هاد الكانتي هادي اللي غادي يكون مرة أخرى عبارة على أونديكاب، جوج ديال لي ريفيرونس لأن غادي يكونوا معانا ثلاثة ديال الخيل عندهم 4 سنين، ريفيرونس الأولى زائد 20.5 لي 4 وزائد 21.5 بالنسبة للخيل اللي عندهم 5 سنين وما فوق. غادي نشوف مسافة طويلة 3000 متر معنا 16 ديال لي بارتون مخلطين الفيميل مال الهونغر، والسن ديالهم كيف ما قلت لكم 4 سنين وما فوق. وغادي نجرو في تيغا مره اخرى، يعني غادي يكون لو 4.9. هذا هو الديكور، هذا هو الديبغيف، وهذه هي المعطيات الاولى بالنسبه للكانت اللي عم تنشوفوا لي شونس ديال لي بارتون معنا في الدبار. اذا نبداو التحليل ديالنا مع اول بارتون اللي غادي يكون هو الرقم 1 مورك ستيب، هذا الهونغر ديال 11 العام، هونغر اللي شفناه يعني في الكانت ديال 7/3 ديال 16/3 من هذا الشهر هذا، وكيبان على انه 11 العام 38.5 فالور، فا يعني صعيبه صراحه لي كورس اللي كيلقى قدامه. كيدير الماكسيموم ديالو كوراجو، عاود اللي يعني كيدير اللي عليه، مي في هاد السن هذا وفي هاد البوا هذا فصراحه بعض المرات كتكون صعيبه. كنعرفو التيران كيعاونو بزاف، تيغانو كيعجبو، فصراحه حتى لاخر لحظه بدلتو وعطيتو الدوزيام شونس. كنت باغي نحطو في الويتيام ديال السيليكسيون ديالي، مي مبغيتش نكثر بزاف، عطيتو الدوزيام شونس. مو وورك ستيب الرقم 1. رقم جوج هو خان هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي شفنا لا فورم ديالو في الميتينغ ديال كان سيغمير، وجاب معاه لا فورم ديالو وربح بها الكانتي ديال 16/3 اللي كان في ليبودروم ديال سان كلو في 2400، فلوجيك تبيناليزا وطلعت لافالور ديالو 39. فالسؤال غادي يكون هو واش ممكن يدير هاد لافالور هادي ولا لا. مسافة ما كنظنش انها تكون عائق بالنسبة ليه، فعطيته دوزيام شونس وحطيته في الخانة ديال اوكاد نون بارتو كيف ما كتشوفوا، ونشوف واش ممكن يدير 39 فالور رقم جوج وخان. رقم 3 ديك بو، هاد الهونغر ديال 7 سنين، هونغر اللي شفناه العام اللي فات يعني بعد ما ربح 3 ديال لي زون دي كاف تاثر في الوضعيه ديالو في السلم ديال لي زيشيل، وشفناه يعني داز من 29.5 حتى 39.5، فولا كيلقى دي كورس اللي ماشي ساهلين وفي هاد البو هذا، ف يعني تكومبليكات عنده لي شوز هاد العوده هذا. الشيء اللي خلى لي زون دي كاف بيردر ام تي كادو وهبطوها ليه دابا ل 38، واش غادا تكون كافيه ولا لا؟ تيغانو كيبقى هو علامه استفهام. شفت يعني البيديغري ديالو، شفت لوريجين ديالو، يوم زين هو البيديغري ديال هاد العوده هذا، يوم زين كنعرفوا انه كان كيدير هاد التيغالو. ديبلاسمون ديال لونتوراج ديالو خلاتني غامرت بيه وعطيت بخوميييغ شونس ديك بور رقم 3. نمشيو للرقم 4 بيل اريستو، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي هو لحد الساعه يعني عنده 4 ديال لي كورس مع لونترينور الجديد ديالو جوليان غيزيمون، باقي ما شفناش شي حاجه كبيره، كيبان انه ما يعني ما كاينش شي شونجمون كبيره في النتائج ديال هاد العوده هذا مع هاد لونترينور الجديد هذا. غدا غادي يجيبوا لي كانتي، سبق لي جرى في دي كانتي مع دي زونترينور وحدين اخرين، فغدا غادي نعطيه دوزيام شونس ونبغي نشوفوا كيفاش غادي يجري الكانتي ديال غدا مع لونترينمون ديال جوليان غيزيمون دوزيام شونس. رقم 5 بيبي تروف، في هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي تاتا ديال لي كانتي الاخرين اللي جراهم ف ما شفناش شي حاجه كبيره تا هو لا صوت لا صوره، مي ردوا البال. كنظن على ان غدا سان كلو تيغالو، يعني هذا هو الكونسيبت اللي كيبغي هاد العوده هذا اللي ممكن يساعدو غدا في يدير لا كورس ديالو. غادي يدير ان غونتخي غالبا كيجري مزيان في لا فريشور، هذا الرقم 5 بيبر تروفي غادي يعطي بخوميييغ شونس الرقم 5 بيبر تروفي. نمشيو للرقم 6 بونابارت سايزن، هاد الهونغر ديال 10 سنين، هونغر اللي كنعرفو انه سبق لي ربح جوج ديال اللي كانت في لا كارير ديالو، وكانوا في لي بودوم ديال اوتوي وكانوا في لي زوبستاكل ديال اللي هي هاد العوده هذا. دونك غدا غادي يرجع اللي كانت ديال البلا 36 فالور 36.5، عنده 10 سنين يعني سان كلو ممكن يديرها، مسافه طويله ممكن يديرها. غادي يبقى السؤال هو كيفاش غادي يرجع البلا، اخر كورسه كنظن كانت في لوبستاكل ما دارش ديبار بقى في البوطو. هادشي كامل خلاني نعطي الدوزيام شونس بون بارت سيزون رقم 6. رقم 7 وينترلاند، هاد لا فيميل ديال 5 سنين، غادي تكون اول فيميل معنا غدا في الديبار، كاين 4 ديال لي فيميل في الكانتي غدا، فيميل اللي باقا جديده يلاه عندها 7 ديال لي كورس في لا كارير ديالها.
شفناها حتى هي ربحت لنا جوج ديال لي زونديكاب متابعين، خلاوها حتى هي طلعت ل 36 فالور. واش ممكن دير هاد لافالور هادي ولا لا؟ ونزيدوا عليها البدايه ديالها في السانكلو والبدايه ديالها في لي كارتي، وغادي نغامر ونعطي دوزيام شونس هاد الرقم 7 وينترلاند، اول بارتون ديال بريسون مدام بريسون اللي عندها جوج ديال لي بارتون في الكارتي. رقم 8 كونسيرتو، هاد الهونجر ديال 5 سنين، هونجر اللي سيبليمونتي يعني ان لونتوراج ديالو ميزه عليه وخلص عليه باش يجري لا كورس ديال غدا. ما عرفناش يعني، بعض المرات قد يكونوا نساو ما تونجاجاش، بان لهم ان اونجاجمون مزيانه، تيران الجو كي تونجاجات الاخر لحظه، المهم عاود لي سيبلي مونتي. دونك هاد العوده ديال اللي كيريبيتي كاع لي كورس ديالو. السؤال غادي يكون غدا هو لا فورم كاينه، ولكن واش ممكن يدير هاد لا ديستونس هادي ديال 3000 متر؟ ما عرفتش يعني. حاجه واحده اللي عجبتني هو انه بيان بلاسي في هاد الزون دي بوا اللي كتخلي ليه يعني ان شونس ديالو على الاقل يدير ان كورس مزيانه. فالا تضافت مع المسافه وتضافت يعني مع التيران، فاللوجيك عنده ان بون شونس غدا في الكانتي. كونسيرتو بروميير شونس. رقم 9 تيرانيا، هاد الهونجر ديال 9 سنين، هونجر تا هو اللي كيريبيتي كاع لي كورس ديالو. شفنا لا فورم ديالو تا هو مؤخرا، وخدت بيناليزا وطلعت لا فالور ديالو 35 ونص، مي غادي يستافد من لا مونديال ماكسيم غيو. ماكسيم غيو اللي اون بلان فور سي ديرني جور، فغادي تعطي بروميير شونس تيرانيا الرقم 9. رقم 10 كان وان، هاد الهونجر ديال 4 سنين، لاكازاك ديال البرنس اغا خان. دونك هاد العوده ديال اللي هو باقي جديد الى 5 ديال الكورس عنده في لاكارير ديالهم، وكلهم كانوا في الرمله في البيس اونسابل في بغي. غدا غادي نبدلو الديكور كامل وغادي نجيبوه للتيران لو، غادي نجيبوه للسانكلو. ما عرفناش واش غادي يجري مزيان في هاد لي كونديسيون هادو ولا لا. غدا لونتوراج ديالو كيتكلم على انه الا كان تيران لو ممكن يكون نون باغتون في لا ديرنيغ مينوت. عنده 4 سنين كيف ما قلت لكم، كاين ان كورس في واحد المجموعه ديال الجينيراسيون لي 4 اون، واش غادي نلقاو يعني ان كورس فاسيل ولا لا؟ فعطيتو دوزيام شونس كان وان رقم 10. رقم 11 فلوت اون دي سول، هاد لا فيميل ديال 8 سنين، فيميل اللي تا هي شفناها في لا كورس ديال 2 3 من هاد الشهر هذا، لا كورس اللي كان فيها كل من الرقم 13 والرقم 15 اللي غنتكلم عليهم من بعد. دونك هاد الرقم 11 بعد ما ربح فتا هو تبيناليزا وطلعت لا فالور ديالو 33 اونس، مي لا فورم ممكن ترومبلاس هادشي كامل. فغادي نعطي بروميير شونس لهاد الرقم 11 فلوت اون دي سول، وخصوصا لونترينمون ديال لوغون فيال اللي كنعرفوا انه كيكون في لي زوبستاكل. مادام جاب هاد العوده ديال البلا، واش باغي يربح الكانتي عاد يدي العود البلا؟ فغادي نشوفوا هادشي كامل غدا. بروميير شونس كومون الرقم 11 فلوت اون سول. رقم 12 روزيتا ستون، هاد الهونجر ديال 5 سنين، هونجر اللي لحد الساعه جوج ديال لي كورس مع ماريان فايس مايير اللي جا عند هاد العود هذا. فصراحه شفنا الفيكتوار اللي كانت في التسعود جوج في الرمله في البيس اونسابل فيبغي، لا كورس اللي كان فيها الرقم 15 والرقم 6. دونك غدا غادي نمشيو السانكلو تيغالو. ما عرفتش يعني هو هاد الكونديسيون واش ممكن تجري فيهم مزيان هاد الرقم 12 ولا هاد الرقم 12 غوسيتا ستون. عاود اللي كان بدا كنظن الا كانت معلومه صحيحه عند نيكولا كليمو، وكان يعني عاود اللي هو يعني كان كيدير دي كورس مزيانين ما بيهمش. فغادي نعطيه دوزيام شونس ونبغي نشوفو كيف ما قلت لكم في لي كونديسيون ديال غدا. رقم 13 لا طومبيليير، هاد لا فيميل ديال 6 سنين، لوطخ موديل ميغيل دي زونغ، هاد لا فيميل هادي اللي كانت موقفة على كومبيتيسيون من شهر 11 حتى شهر 3، وشفنا لا غونتخي ديالها في لالين ديال 2 3 من هاد الشهر هذا، وخدت لا سانكيام بلاس. فيميل اللي عندها دي ستاتيستيك يعني مزيانة في اللي كانت 9 اللي كانت ربعة المرسال في الريفي، ولكن أهم حاجة هو أنها كتجري ديما مزيان مع يعني مادموزيل صوفي شوات اللي جرات معاها تقريبا 10 ديال لي كورس من المرات سلو في لاريفي. في الباد طابلو سانكلو تيغالو، فممكن يكون هذا هو الديكور اللي كتبغي هاد لافاميل هادي، غادي نعطيها بومي شونس. رقم 14 انا جاليس، هاد لافاميل ديال 4 سنين واخر كاتخو معنا في الديبار واخر باغتون ديال لونترينمون مدام فلافي بريسون اللي كيف ما قلت لكم عندها جوج ديال لي باغتون في الكانتي، عندها 7 ديال الكورس في لاكارير ديالها. غدا غادي تبدا في لي كانتي، واش عندها يعني لا كاليتي نيسيسير باش انها تبدا في هاد لاكاتيغوري هادي ولا لا؟ فصراحة غادي نعطيها دوزيام شونس، نبغي نشوف البدايات ديالها فلي كانت الرقم 14 انا جاليس دوزيام شونس. رقم 15 بلاك هاوك، هاد الهونجر ديال 6 سنين، هونجر اللي نقدر نقول ان لا فالور ديالو في لي بتي زون دي كاب كتخلي لي ان شونس، مي فلي كانتي ما عرفتش يعني شنو كيوقع. عنده 3 ديال لي كانتي لا صوت لا صورة، فمرة أخرى كيطونتي لا شونس ديالو في هاد لا كاتيغوري هادي اللي غادي نعطيه دوزيام شونس، نبغي نشوفو مرة أخرى في هاد لا كاتيغوري ديال لي كانتي بلوس.
نكملوا مع اخر بارتون اللي غادي يكون هو شمس الباب، هاد الهونجر ديال 9 سنين لونترينمون ديال ديدي بخضم، عاود لي كيعرف يقرا وكيعرف يكتب، يعني في ليه كانت 32 كانت ديجا في لاكارير ديالو، عاود لي غالبا كيجري مزيان في السانكلو كيجري في لي تيغان لو. دونك تا هو شفنا في الميتينغ ديال كان سيغمار نورمال ما شفناش حاجه كبيره، عنده 9 سنين في الباد تابلو، علاش لا ان سوربريز مع الرقم 16 شمس الباب. اذا اصدقاء متابعي المشاهدين ديال القناه يوتيوب، كيف ما شفتوا درنا التحليل ديال كانتي ديال غد في لي بودروم ديال سان كلو، فكنتمنى لجميع بون شونس وبون كانتي، لي برونوستيك ديال كيف ما كتشوفوهم هادو، فكنتمنى لكم بون فان دو سواري، وموعد يتجدد باذن الله في الكانتي اللي غادي يكون في لا غرون ناسيونال دي ترو لا جي ان تي في لي بودروم ديال مارسي بوريلي. السلام عليكم، كان معكم عصام، تصبحون على خير وعافيه.